بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات المرحلة الثانية والعامة، مرحبا بكم طلاب الصف الثاني الثانوي على قناة مستر أسرع عزت لشرح وتبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله النهاردة موعدنا مع كتاب جيم ومزيد من التدريبات على الوحدات بتاعتك، وبنشتغل النهاردة إن شاء الله على يونت 2 والتدريبات المعنونة بـ Cumulative Exercises وما يعرف باسم التدريبات التراكمية، ودي موجودة على صفحة 117 من كتاب جيم. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نبدأ بـ يونت 2. الجملة الأولى: The young doctor's death from COVID-19، وفاة الطبيب الشاب بمرض COVID-19 وكورونا والعياذ بالله. Should كذا as a warning to other young people، يجب أن يكون إيه بقى ويعمل إيه كتحذير للشباب الآخرين. Cook, serve, mend ولا show. Serve as معنى يخدم كان. أنا عايز أقول لك إن هو يكون زي إيه، فكرة الإنذار أو التنبيه لي أو التحذير للآخرين من الشباب الآخرين. كوك بمعنى طاهي، وتستخدم برضه كفاعل بمعنى يطهو، من بمعنى يصلح او يعمل صيانه، ويشو بمعنى يبين او يعرض. في جمله بنت تقول لك ايه: You can hardly كذا a child of three to know the difference between right and wrong. يمكنك بصعوبه كذا ان طفل عمره ثلاث سنوات انه يعرف الفرق ما بين الصواب والخطا. يا ترى accept ولا respect ولا expect؟ طب ايه معانيهم؟ اكسبت بمعنى يقبل، اكسبت معناها فيما عدا، ريسبكت يحترم، واكسبكت يتوقع. اجابتنا هي اكسبكت بمعنى يتوقع، ودي الاجابه للجمله رقم 2. في الجمله رقم 3: ان استيميتد 200 بيبل هذا تندد ذا فود. بيقول لك يعني ان استيميتد، يعني عايز اقول لك ايه، ابروكسيمتلي يعني حوالي تقريبا حوالي 200 شخص. منهم بقى هذا تندد ذا فود، حضروا ايه بقى فود؟ in the local park، في المنتزه المحلي او الحديقه المحليه. يا ترى جاليري، كونفرنس، فيستيفال ولا سيمينار؟ ايه معنى الكلمات دي؟ جاليري اللي هي المعارض اللي بيعرضوا فيها زي مثلا احدث موضات الفساتين مثلا. كونفرنس بمعنى مؤتمر، وفيستيفال بمعنى مهرجان، وسيمينار اللي هو حلقه النقاش العلميه زي بيعملها الجماعه اللي بيعملوا اساتذتنا اللي بيعملوا الدراسات العليا في اي مجال اللي هي ماجستير او دكتوراه، بيعمل حاجه اسمها سيمينار زي حلقة مناقشة كده للدراسة العلمية بتاعته. الإجابة بتاعتنا هي فيستيفال، شبه على بعضها، فود فيستيفال بمعنى احتفال أو مهرجان الطعام. في جملة رقم 4 بيقول لك A or an، ماشي إيه بقى؟ نرفع بس الشاشة لفوق شوية. في جملة رقم 4 بيقول لك A or an is a type of shellfish، ده نوع من أنواع الأسماك المحارية أو المحار، that has a rough shell، الشل اللي هي الصدفه بتاعته بتبقى خشنه او قاسيه، with two parts لها جزئين، and that is eaten both cooked and raw، وينفع يتاكل مطهو او نية. ترى sponge ولا shrimp ولا owl ولا oyster؟ الاجابه بتاعتنا هي oyster اللي هي المحار، ودي الاجابه للجمله رقم 4. السبونج اللي هو الاسفنج، shrimp اللي هو الجمبري، owl اللي هي طائر البومه، وأويستر اللي هو المحار. دي جاب جمله رقم 4. فجمله رقم 5: My elder brother often gets، اخي الاكبر دايما بيحصل على ايه بقى؟ with his friends after work on Thursday. كلمه gets هنا هو مش معناها يحصل على بقى. ليه مش معناها يحصل على؟ لان بقراءه باقي الجمله هيكون معناها حاجه تاني. بيقول لك مع اصدقائه بعد العمل في يوم الخميس، يبقى gets هنا هو مش معناها يحصل على، معناها يلتقي. يبقى get together هي الإجابة بتاعتنا، بمعنى يلتقي أو يجتمع أو يتقابل مع أصدقائه. ده معنى الجملة على بعضها. تمام، إجابتنا هي together، on خطأ، over خطأ، وthrough خطأ. تمام. في الجملة رقم 6: The surgeon asked the two nurses to، الجراح طلب من الممرضتين إن هم يعملوا إيه بقى؟ the patient for surgery، المريض للجراحة أو العملية الجراحية يعني. appear، disappear، prepare ولا repair؟ prepare بمعنى يعد او جاهز، ودي اجابه الجمله بتاعتنا. طب امال ايه appear؟ يظهر، يعني disappear يختفي، وrepair بمعنى يصلح، يصلح حاجه يعني. اجابتنا كانت prepare في الجمله رقم 6. في الجمله رقم 7 بيقول لك of the two shirts this is the، من القميصين ده هو ايه بقى؟ از ايه بقى؟ كده انا بتكلم عن فكره لما اقول لك من الاثنين كذا، يبقى انا عايز ذا وراها الصفه اللي فيها ER لو كانت قصيره مقطع، يبقى more cheap خطا، the cheaper هي الاجابه بتاعتنا، تشيب استخطا وتشيب خطا. تماما، بناكد على حكايه لما اقول لك اوف ذا تو، يبقى انا عايز ذا والصفه اللي فيها هي ار لو كانت قصيره مقطع. الجمله رقم 8: The hotel was surprisingly cheap، الفندق كان بدرجه تدعو للمفاجاه والدهشه رخيص. I expected it to be more ايه، انا كنت متوقع انه يكون اكثر ايه،
اكثر ايه بقى؟ اكسبنسيف تشيب تشيبر ولا تشيبست؟ واخد بالك من مور؟ اه مور معناها اكثر، ودي من الكلمات اللي بتستخدم في مقارنه الصفات انهي طويله المقطع. طب مين في الاربعه اللي طويل المقطع؟ اكسبنسيف، وهي اجابه الجمله رقم 8. 9 the younger you are اللي هي فكره the more the more. تمام تمام the younger you are معناها كل ما كان سنك اقل اصغر يعني ماشي. اذا ايه بقى freedom you have الحريه اللي انت هتحصل عليها تزيد ولا تقل؟ the most ولا the best ولا the more ولا much؟ اهي مش بيقول لك the younger يبقى معاها ايه؟ the more. كلما السن كان اصغر كل ما كانت الحريه للواحد او الشخص اكثر، كلما كانت الحريه اكثر. تمام. نروح جملة رقم 10 your grades are not so good الدرجات بتاعتك مش كويسة but I know you can do كذا the next exam انا اعتقد ان انت ممكن تأدي ايه بقى في الامتحان القادم يا ترى best ولا good ولا the best ولا better بما اني هو بيقارن حاجة بحاجة يعني واحد بيتقارن بواحد تاني يبقى انا عايز better اللي هو مجرد مقارنة للصفة وليس تفضيلا لها better بمعنى افضل ودي شكل المقارنة من الصفة good في جملة رقم 11 books A صندوق A is bigger than box B أكبر من الصندوق B box C طيب box C ماله is bigger than box A box C أكبر من A طيب حلو خالص يبقى العلاقة كده ما بين هذه الصناديق الثلاثة إيه بقى فأنه جملة فيهم اللي هتكون هي الجملة الصائبة يا ترى box B is the smallest box إن box B هو أصغر صندوق في الثلاثة ولا box A is the biggest box ولا box A هو أكبر صندوق ولا بوكس سي ذا سمولست بوكس ولا بوكس سي هو الاصغر ولا بوكس بي ذا بيجست بوكس ولا بوكس بي هو الاكبر طبعا الاجابه هي ايه بوكس بي ذا سمولست بوكس بوكس بي هو اصغر واحد في الصناديق الثلاثه في الجمله رقم 12 روبرت از نيفر اون تايم روبرت ده عمره ما بيجي في ميعاده ابدا هي اولويز ارايفز دايما بيتاخر ايه بقى دان ذا ريست اوف اس دايما بيوصل ايه بقى اكتر مننا اكيد طبعا بيتاخر تمام يا ترى ده ليتست ولا ليتر ولا لاست ولا لاتر later he always arrives later than later than معناها متاخر عننا كلنا ودي اجابه الجمله رقم 12 في 13 بيقول لك ايه I thought this test would be difficult انا كنت معتقد ان الامتحان ده هيكون صعب but it is a bad test I have ever taken واخد بالك من حكايه اهي مضارع تام have والتصريف الثالث معاه او هذا التصريف whatever والتصريف الثالث معاه يبقى ان كده هو عايز تفضيل سواء كانت صفه قصد مقطع او طول المقطع لو طول مقطع هنقول ذا موست لو قصد مقطع هنقول ذا والصفه وفيها اي سي تي طيب يبقى ماتش ايزير غلط ايزير خطا واذا ايزي سي اجابتنا وايزي اجابه خطا تماما نروح لصفحه 118 عشان نكمل كوميونتي في اكسرسايز الاجابه اللي جايبها في ترجمه عندك عام 2021 على الوحده 2 بيقول لك ايه اوت اوف اول ذا فيلمز ماشي من كل الافلام اي اف سين اللي انا شفتها This one is الواحد ده ايه بقى؟ برضه ما زلنا في فكره تفضيل الصفات يبقى سادلي لا اساد خطا سادر خطا ذا سادست هي الاجابه الصحيحه بتاعتنا معناها الاكثر حزنا يعني اكثر فيلم محزن هو شاف في الجمله رقم 15 Your answer is wrong الاجابه بتاعتك خطا but it's either than the other students answers ولكنها ايه افضل زان هنا في مقارنه بقى في مقارنة بقى من إجابات الطلبة الآخرين يا ترى more correctly ولا more correct ولا the most correct ولا much correct طبعا خلي بالك احنا بنتكلم في مقارنة الصفات يبقى انا بقارن صفة طويلة المقطع ماشي الصفة correct دي من الصفات الطويلة فهناخد لها more correct than يعني برغم ان إجابته هو خطأ لكن فيها نسبة صواب أفضل من باقي زملائه يبقى نقول more correct إجابة الجملة رقم 15 في الجملة رقم 16 بقول لك ايه Carrots are good for you. الجزر كويس بالنسبة لك، جيد بالنسبة لك. Cakes are bad for you. لكن الكيك سيء بالنسبة لك. This means ده معنى ايه؟ معنى الجملة دي ايه؟ معنى الجملة دي ايه؟ معنى الجملة دي ان carrots are worse for you than cakes. ان الجزر أسوأ بالنسبة لك من الكيك. ولا cakes are good for you. لأن الكيك جيد بالنسبة لك. ولا cakes are better for you than carrots. لأن الكيك أفضل بالنسبة لك من الجزر. ولا carrots are better for you than cakes ولا الجزر افضل بالنسبه لك من الكيك الاجابه دي هي الاجابه الصحيحه carrots are better for you than cakes ان الجزر افضل لك من الكيك وننتقل للقطعه اللي جايبها الامتحان الكوميونتي اكسرسايز عندك على الوحده الثانيه وبيتكلم فيها المؤلف طبعا فكرت ان انا هقول لك ملخص القطعه وهحلها معاك طيب بنقول احنا ايه الفكره اللي بتدور حواليها القطعه اللي قدامك القطعه اللي قدامك بتتكلم عن فكره ممارسه الرياضه
على النمط الانترناشونال الدولي، الرياضه اللي هي في المسابقات الدوليه، هل بتعطي للرياضي الاحساس بان هو مستمتع انه بيأدي حاجه هو بيحبها، ولا بيلعب تحت ضغط؟ لا، بيمارس الرياضه تحت ضغط. الضغط اللي هو بيمارس تحت ايه ده؟ ان هو بيلعب علشان المنافسه من اجل بلده اللي حط املها كلها فيه. فبيقول الراجل هنا ان الاطفال هم صغيرين بيلعبوا الرياضه كنوع من الترفيه والمتعه، لكن لما بيكبر ويبدا يلعب في المدرسه بيلعب بفكره التنافس من اجل المدرسه بتاعته علشان متحمل عليه ده، وكمان لما بيلعب لبلده مش بيلعب وهو بيستمتع، لا ده بيلعب علشان سمعه البلد ليه. وبيضرب مثل بالحكايه ده هي في الفوتبول وورلد كاب، كاس العالم اللي الناس شايفاه بيبصوا لان هو ذا سمت اوف انترناشونال سبورتنج سكسس، بمعنى كلمه سمت بمعنى قمه. عفوا، كاس كرة القدم بيمثل قمة المنافسات الدولية. وبيقول ان كاس ممارسة كرة القدم وكاس العالم تحديدا بيقول انه ليه طبعا له مميزات زي ما له عيوب، وشايف انه هو لو ذكرنا دولتين مثلا زي الارجنتين والبرازيل لما يجي اسمهم دماغك على طول هتروح ايه الى كرة القدم، وده بيضع هاتين الدولتين على خريطة العالم بما يودوه من انجازات في هذا المجال. طيب، لكن الموضوع ده برضه ليه عيوب، يعني مثلا الاسكتلنديين لما دولتهم شاركت في كاس العالم دخل لهم باعوا سياراتهم وباعوا بيوتهم علشان ينتقلوا من اسكتلندا الى الارجنتين لما كانت اقيمت فيها دوره كاس العالم علشان يشوفوا الماتشات. بيختم الكاتب بتاع القطعه بتاعتنا وبيقول انه so am I arguing that international competition kills the idea of sport، هل انا فعلا ببقى مجادل ان انا ما اقول ان التنافس الدولي بيقتل روح او الفكره الاساسيه من الرياضه اللي فكره الاستمتاع الشخصي للشخص من هذه الرياضه؟ طبعا هو بيقول لا، انا مش طبعا ببالغ لانه شايف ان المنافسه الدوليه للرياضات قتلت روح الاستمتاع عند اللاعبين لهذا الشيء. طب نشوف الاسئله اللي جايبها اللي عندك على صفحة 119 على القطعة، ونبدأ بالأسئلة. تشوز اللي بتقول إيه؟ according to the passage، طبقا للقطعة، the United States. طبعا في شيء احنا برضو محتاجين نلفت الانتباه ليه، ان من لما اتضحت أهمية الرياضة تحديدا كرة القدم، الولايات المتحدة أصبحت الولايات المتحدة مهتمة جدا وبتولي بالرياضة تحديدا كرة القدم اهتمام كبير جدا. فالإجابة بتاعتنا هي has begun to give much attention to football، بدأت تدي اهتمام كبير جدا لرياضة كرة القدم. في الجملة رقم 18 ودي برضه تشوز على القطعة، الحمد لله مستر يوسف ما ردش لي باقي الاختيارات، أقول لك لأن دي قطعة احنا بنختار الإجابة بس، وبعد كده هو أنت عشان ما نهدرش وقت جامد في الحديث عنها، وارجع لها أنت لو في عندك أي مشكلة تراسلنا بأي طريقة قدامك، الفيس الواتساب براحتك. And the second paragraph، في الفقرة الثانية the word summit، كلمة summit معناها ايه؟ احنا قلنا summit يعني قمة، يبقى اجابتها هي highest point، الاعلى نقطة. ضمن رقم 19 ودي برضه على القطعة، according to the passage، طبقا للقطعة، if a sportsman only thinks about winning he will، لو الرياضي كل تفكيره كانه انصب على الفوز فقط، تمام؟ هنا هو بقى ايه اللي هيحصل معاه؟ lose enjoyment، سوف يفقد الاستمتاع، لان احنا قلنا ان التنافسات الدولية خلت الرياضه بالنسبه للاعب فقدت معناها الاساسي بالنسبه له وهو الاستمتاع انه بيعمل حاجه بيحبها. في الجمله رقم 20، What is the author's attitude؟ ايه اتجاه الكاتب towards international games؟ ناحيه الرياضات الدوليه او الالعاب الدوليه، يعني هو بيبص لها ازاي؟ بيعتبر ان هي ايه؟ هنبص نلاقي الجمله سي، Nations that win in international games prove best on sports field at least، بيقول ان الدول اللي بتفوز بالالعاب الدوليه بتثبت انها جيده او الافضل في مجال واحد على الاقل هو مجال الرياضه، لان الكاتب اللي وجهه نظر ان هو بتقول ان ما مش معنى ان الارجنتين والبرازيل هم متفوقين رياضيا ان كل الدنيا عندهم في تقدم، اقتصاد في تقدم، الانتاج في تقدم، لا ده مش معنى كده، هو معناه بس هم ايه نجحوا في مجال الرياضة فقط، ودي على دي في حد ذاتها وشايف انها نقطة برضو جيدة وليست سيئة. نروح لأسئلة دبليوتش كويشن في 21، بيقول لك ايه؟ What can winning an international game do to the winning country؟ ما الذي يمكن أن يفعله الفوز بمسابقة دولية للدولة الفايزة؟ علشان نجاوب على هذا السؤال هنرجع للقطعة بتاعتنا وهنبص في الفقرة
نجيب لك بس الفقرات من فوق عشان تقدر تعد معانا. بص كده، ادي الفقره الاولى، احنا قلنا ان الفراغ ده بيقول ان دي فقره، بالفقره الاولى دي هنسيبها، الفقره الثانيه ماشي هي اللي فيها الاجابه بتاعتنا، بس جايه الاجابه في اخرها من تحت كده شويه. شايف اللي هي الجمله دي ان اسنس اللي هي ويننج ذا وورلد كاب، اخر سطر في الفقره. ويننج ذا وورلد كاب مثلا كمثال لبطوله دوليه، فوتس ارجنتينا اور برازيل قلنا ما بيبقى ده اللي بيعمله، هذا اللي بيعمله فوز الدوله ايه ببطوله دوليه، انه بيضعها على الخريطه. ممكن نقول ايه كمان برضو نقطه ثانيه نضيفها من عندنا، ات ميك اتس بيبل براود اوف ات، ان ده بيخلي الشعب فخور بهذه الدوله. ونرجع ليه نكمل الاسئله بتاعتنا. وصلنا للسؤال رقم 22، ده برضو قطع. What did the Scots do for the sake of their country؟ ما الذي فعله الاسكتلنديين علشان خاطر بلدهم؟ فاكر لما كنا من شويه بنقول ان هم باعوا عربياتهم وباعوا بيوتهم وما الى ذلك؟ الاجابه دي موجوده فين؟ في الفقره الثالثه اللي بدا بكلمه سبورتس. شايفها؟ بدا بكلمه سبورتس ماشي. السطر الثالث فيها سكوتس، اهي شايفها سكوتس معناها الاسكتلنديين. سكوتس سولد ذير كارز، السكوتس اللي هم سكوت باعوا سيارتهم اند ايفن ذير هاوسز وبيوتهم and spent all their money traveling to Argentina where the finals were played، حيث لعبت نهايات كاس العالم، علشان طبعا ايه يساندوا بلدهم ويشجعوها. نروح للجمله رقم السؤال رقم 23، how do you think international games can help solve many global problems؟ المشكله الاجابه بتاعت السؤال ده مش موجوده نصا في القطعه. اولا السؤال معناه ايه؟ يقول لك كيف تعتقد ان البطولات الدوليه ولا الالعاب الدوليه يمكنها ان تسهم او ان تساعد في حل العديد من المشاكل العالميه او المشاكل اللي هي جلوبال، كلمه جلوبال هنا بمعنى كوني او عالمي يعني. تمام؟ ايه اللي ممكن تعمله الرياضات في ده؟ هنقول اول حاجه it helps the world peace، بتساعد في ده السلام العالمي. and it can solve the problem of global warming، مثلا ممكن تساعد في حل مشكلات اللي هي ايه ارتفاع درجه حراره الكون. وده بيحصل ازاي؟ when people of different countries meet، لما بتتقابل الدول من الناس من دول مختلفه they can discuss such problems، ممكن يناقشوا مثل هذه المشكله. طيب هنا بقى سؤال شخصي، what sport do you like best why؟ ايه يعني الرياضه اللي انت بتحبها وليه؟ ده طبعا سؤال شخصي، انت جاوب الرياضه اللي تعجبك. قول I like football because it's the most interesting sport for me، قول الرياضه اللي انت عايزها وطبعا عبر عنها براحتك. تمام، ننتقل للترجمه translate to English ونبدا بالجمله اللي باللغه العربيه. البطاله مشكله خطيره جدا، فهي لا تؤثر فقط على الافراد ولكن ايضا على نمو البلد، حيث ان لها تاثيرا سلبيا على النمو الاقتصادي والاجتماعي وتساعد في انتشار الجريمه في المجتمع. طيب البطاله هي unemployment، كلمه مشكله سهله problem ماشي، خطيره يعني dangerous. كلمه تؤثر اللي هو affect ماشي، والافراد اللي هي اسمها individuals. كلمه نمو هنا بمعنى progress، وبلد اللي هو country. عندي تاثير سلبي ليها بقى effect، عندي نمو الاقتصادي اللي هو the economic progress social واجتماعي. and try الجريمه اللي هو عليها crime spread او it helps to spread crime، وعندي كلمه مجتمع اللي هي society. طب نشوف بقى لما نصيغ الجمله دي على بعضها هتبقى ازاي؟ هتبقى بالشكل ده unemployment is a very serious problem. It doesn't only affect individuals but also the progress of the country as it has a negative effect on the economic and social growth and the spread of crime in society. مولاي تاني. Unemployment is a very serious problem. It doesn't only affect individuals but also the progress of the country as it has a negative effect on the economic and social growth and the spread of crime in society. طيب نشوف الترجمة اللي بلغة العربية الإنجليزية عشان نحول للغة العربية. بيقول فيها One must carefully weigh the positives and the negatives before engaging excessively in social media. If used in the correct way, social media can be a boon for mankind. طيب ماشي، ايه بقى معاني الكلمات الصعبة؟ مثلا كلمة way بمعنى يزن او يوازن، positives معناها ايجابيات، negatives معناها سلبيات، engaging معناها زي من الانخراط في كذا، او عايز اقول لك انك انت تبقى ايه مشغول جدا في ده او بتعمله كتير، excessively معناها بافراط، جاي من excessive ماشي. سوشيال ميديا اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي. طيب بيقول لك ان هو كلمه بون بمعنى نعمه، ومان كايند اللي هي البشريه او الانسانيه.
طيب نحاول نترجمها، بنقول ايه؟ بنقول ان، بيقول ان الفرد او الواحد فينا يجب عليه ان يوازن وبحرص ما بين الايجابيات والسلبيات قبل ان ينخرط او ان ينشغل بطريقه مفرطه او بافراط في وسائل التواصل الاجتماعي. لان من وجهه نظر اللي كاتب القطعه ان التواصل، طبعا من وجهه نظر دي انا ضفتها مش موجوده بس مش هنكتبها يعني. بنقول ايه؟ لو احسن استغلالها اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي يعني يمكن ان تكون نعمه للبشريه او للانسانيه. تمام؟ نشوف بقى الجمله لما اتكتبت اهي قدامك. على الفرد ان يوازن الايجابيات والسلبيات بعنايه قبل الاندماج بافراط في مواقع التواصل الاجتماعي. فلو تم استخدامها بالطريقه الصحيحه فستكون نعمه للبشريه. هنا تاني، على الفرد ان يوازن الايجابيات والسلبيات بعنايه قبل الاندماج بافراط في مواقع التواصل الاجتماعي. فلو تم استخدامها بالطريقة الصحيحة فستكون نعمة للبشرية. وننتقل لموضوع الانشاء اللي جايبه الراجل عندك في الامتحان او في الكوميونيتي اكسسبل لك سبورتس اند ذير جود امباكت اون مان هيلث، الرياضات وتاثيرها الجيد على صحة الانسان. طبعا ده هو الموضوع بتاعك، بنفكرك ان هو بيكون من ثلاث عناصر او من ثلاث اجزاء، مقدمة وجسد وخاتمة. في المقدمة هتديني فكرة عن او بتجهز القارئ لان انت هتتكلم عن الرياضات عموما وتأثيرها على الفرد. في وسط الموضوع تديني مميزات الرياضات عموما، ان هي بتحافظ على الانسان في صحة جيدة، بتخلي الانسان نشيط، بتخليه رشيق، كمان بتدي نوع من التنافس والمحبة والمودة ما بين الاشخاص، واهم حاجة فيهم هي موضوع الصحة. ونشوف كمان برضو مفيش مانع ان انت تذكر انواع الرياضات اللي انت بتحبها وامثله لهذه الرياضات. بتختم طبعا برايك انت في ازاي ممكن تكون الرياضه شيء فعلا مفيد لصحه الفرد ولها تاثيره الجيد عليه. طيب وبعد كده بنختم بالشاشه اللي فيها الترجمه اللي موجوده عندك علشان نختم عليها ونقول لك صحيح الكوميونيتي اكسرسايز بتاع الوحده الثانيه انتهى، لكن فيديوهاتنا للمنهج بتاعك شرح واجابات لم تنتهي بعد. انتظرنا ان شاء الله في مزيد من الفيديوهات. كان معكم معلم خبير اللغه الانجليزيه مستر يوسف عزت من مدرسه الشمال ثانوي البنات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.